واحد للعام 2020 إنجاز كبير، ونزع الله أن يشمل آراء ويحصل حوله اتفاق. يعني سعدنا جدا جدا بهؤلاء الأساتذة الأجلاء، ودعوني بصورة خاصة أرحب بمولانا عمر الفاروق شمينة. هذا الرجل أبو الغانون وغني عن التعريف، كما أرحب بالأستاذ المحامي حاتم الوسيلة السنهوري، وهو ممثل لجنة نقابات الحرية والتغيير، والأستاذ نصر محمد نصر. نصر محمد نصر نحن الكبار ديل بنعرفه، نصر محمد نصر، لأنه كان علم في العمل النقابي حتى العام 89، كان علم ورجل له مساهمات عديدة في العمل النقابي ورجل مناضل. كما نرحب بالأستاذ طارق فضل الله محمد، أيضا هو ممثل الحرية والتغيير وعضو لجنة المبادرة، ويبدأ هذا المنبر مولانا الأستاذ عمر الفاروق شمينة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر لك أيها الأخ الكريم على هذا التقديم الوافي، ولكن قبل أن أبدأ الحديث عن قانون 2020 الموحد وما نراه من مسالب حوله في تعلقت بقانون 2010 المقدم، ينبغي أن أقول شيئا مختصرا عن الحركة النقابية، ماضيها ومستقبلها، حتى تكون ضوءا لما نقوله في مسألة القانونين موضوع هذه المقابلة. الحركة النقابية في السودان كما يعلم أغلبنا حركة قوية قديمة، قامت من أقوى الحركات في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 40، ومرت بأطوار عدة في مناخ سياسي متقلب يغلب عليه الانقلابات العسكرية والشمولية، فكانت الضحية الأولى هي النقابات. عندما بدأت النقابات كانت تقوم على قانون 48، وهو قانون عفى عن التاريخ، يقوم على فكرة تكوين النقابات على المنشأة، كل 10 أشخاص في منشأة ما أو غيرها يكون نقابة. ولكن بعد أن تطور الاقتصاد في السودان، وبعد أن قامت صناعات بجانب صناعة النسيج وصناعة الزيوت وغيرها من الصناعات الكبيرة، بجانب التوسع في الصناعات والمنشآت الحكومية مثل السكة حديد والجزيرة وغيره، كان لابد أن يعاد النظر في فكرة تكوين النقابات. هل تكون على ضوء المنشأة أم تكون على أسس حديثة توافقت عليها الأفكار التي فكر فيها النقابيين، سواء كانت في منظمة العمل الدولية أو غيرها؟ فكان أن كونت لجنة كبيرة في عام 1972 وطرحت قانون أخذ في مصر كما أخذ في السودان وبعض الدول العربية، وهو قانون سنة 1972 الذي قام على فكرة تكوين النقابات على الصناعة والمنشأة والقطاعات والحرفية. فكان أكبر حاضن للقوى النقابية، وكان يقوم على أسس صحيحة، بمعنى أن تكون النقابة ليست للتفاوض بعض ولكن لتنوير العاملين. حصل فيها التفرق، حصل فيها العلاقات البينية بين المستويات المختلفة من النقابات، وكان يعني قانون من هذا المضمار مقبولا عالميا ومحليا. وهكذا استمر الحال إلى أن سقط نظام مايو، ثم جاءت ثورة أبريل المظفرة وأقرت قانون 77، وأنا وأحد الذين كانوا وهو الأخ عكاش والأخ نصر كلنا كنا موجودين، وأن قرروا أن يستمر قانون 77 على أن يغره الجمعية التأسيسية، فيصبح قانون الثورة بالرغم أنه لا يختلف كثيرا، ولكنه يختلف من ناحية الشكل، أن هذا قانون ثورة وليس قانون ورث عن النظام الشمولي.
وبعد ذلك في النظام البائد جاء كل القوانين التي صدرت، وهي 6 و7 قوانين صدرت في هذه الفترة، كلها تقوم على فكرة المنشأة. في تلك الفترة انتهت السكة حديد، ما عادت موجودة كأكبر مخدم عنده 25,000، انتهت مشروع الجزيرة كمخدم عنده 20,000، انتهى النقل الميكانيكي، انتهى قير المخازن، انتهت كل التجمعات العمالية التي تعمل في ظل الحكومة المركزية. كذلك انتهت أغلب الصناعات التي قامت في السبعينيات، صناعة النسيج، صناعة الزيوت، صناعة كل الصناعات التي كانت ظهرت في السبعينيات والثمانينيات انتهت، وكما هو مشهور الآن لا تقوم أي صناعة أو غير. ولكن في ذات الوقت تمدد القطاع غير الرسمي في من العاملين، وهذه مسألة يجب أن تعالج من خلال قانون النقابات كما تعالج من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أيضا. لذلك عندما قام الثورة المظفرة، ثورة ديسمبر المظفرة، كان من أكبر هموم الناس بجانب الرجوع إلى الديمقراطية الحرة الليبرالية التي لحمتها وسداها هي الحركة النقابية، كان لابد أن نقوم الناس على إصدار قانون يتمشى مع هذا الوضع الجديد، وكان لا مناص من أنه نستفيد ونسترد على القوانين التي أقرت ثورة أبريل 87، وهي تقوم على أساس الصناعة والمنشأة أو القطاعات المتقابلة. والفكرة كالآتي: طالما نحن نرمو ونتوقع في المرحلة القادمة أن ينتعش الاقتصاد وتقوم صناعات وتقوم هنا، لازم أن هذه الحركة النقابية تتماشى مع هذا الوضع، فتكون الصناعة عندها نقابات متماسكة مع بعض، وكذلك القطاعات تكون منافسة مع كذلك المهنيين. وبهذا عندما تكون الحركة النقابية قوية فهي احدى الضلعين في علاقات العمل والتقدم الاقتصادي. ان كانت الحركة النقابية تتسم بالضعف والتمزق فلا يمكن ان تنتج جو معافى لعلاقات عمل يساعد على التقدم الاقتصادي. وكانت هذه الفكرة التي تواصلنا عليها، والأخوان بيجوا يتكلموا عن المجهودات التي بذلت من قطاعات المجتمع المدني والأحزاب وخلافه، وتواصلوا على قانون يقوم على فكرة الصناعة، فكرة القطاعات المتابعة والمهنية. هذا القانون عنده مزايا كثيرة، ونوقش نقاش قوي جدا، وكان من الحاضرين في المناقشة بتاعته مندوبين من وزارة العمل، كما كان النقاش حر والاختلافات تتسم بالموضوعية. على أي حال، أود أن أقول في هذه اللحظة ظهر اتجاه آخر يقوم على فكرة أن تستمر فكرة تكون النقابات على أساس المنشأة، وبذلك ترتد الحركة النقابية إلى الخمسينيات والأربعينيات، وتتجاوز الإرث التقدمي الذي بدأ منذ عام 1770، مما يجعل جواً لا تستطيع النقابات فيه أن تتماسك، بل تكون ضعيفة متهرئة، مما يساعد على عدم استقرار علاقات العمل في المجتمع. ولكن بالرغم من ذلك، هذه هي الفكرة، القانون جاء معيب من ناحية السياق القانونية والفكرة النقابية. فمثلا يتكلم القانون عن أنه لا بد أن تكون لا بد أن يسمح للعاملين أن يشتركوا في نقابتين. هذا أمر يتعارض مع مجموعة قواعد العمل. كيف تكون في نقابتين في مؤسسة معينة؟ بمعنى أنه إذا كان موجود نقابتين معناها صاحب العمل يتفاوض مع هذه وتلك، هذا وضع غير طبيعي غير مسبوق من القرن 18 في الحركة النقابية. هل يعمل اتفاقيتين، واحدة مع دي وهذه مع دي، وأيهما أحسن من العامل؟ هذا وضع غريب جدا. مثلا يقول يتكلم القانون بتاع 84 أنه على الحركة النقابية أو على العمال قبل أن
يتقدموا لازم يعملوا اجتماعات وغيره 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 ليسيقوا الرقابه. هو كل المطلوب أن العمال 40 منهم يتقدموا بطلب للإيداع والمسجل يقبله مباشرة، والافتراض أن هذه الإجراءات دي قد اكتملت، فإن شك المسجل في ذلك فيطلب من النقابات يقول لهم أثبتوا أنكم اجتمعتوا، أو يقدموا ما بين أنهم اجتمعوا. لكن أن تخاطب مجموعة من الناس قبل ما هي تتكون هي منه، هذا يعني فكرة في القانون غير مقبولة. أنت دائما بتخاطب فئة معينة موجودة، لكن هي ما النقابات ولا تقول عليهم أن يتم. ثم أنه الملاحظ أنه الـ 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 القانون يفرض عقوبات تمتد لسنين، هذا لا قانون النقابات إنما قانون جنائي. وهل المخالفة في أمر متعلق بإجراءات النقابات جريمة تصل لـ 11 سنين؟ وكذلك مسائل أخرى، يعني مثلا الرفض في أنه لا يمكن أن تصدر لائحة يصدرها الوزير، هذا جهل بالقانون. عندما تنظر لقانون تفسير القوانين سنة 1974 بيقول القانون يشمل اللائحة، والوزير لما يتكلم عن اللائحة يصدر اللائحة بيصدرها بصفة قانون، لأنه لازم تودع عند الهيئة التشريعية. فهل نترك اللائحة من يصدرها؟ تصدر النقابات؟ كيف تقدمها كقانون للهيئة التشريعية؟ ولكن في ذات الوقت احنا لما قلنا يصدر القانون من الوزير مش غلينا عليه، إنما قيدناها بأن يتشاور، والتشاور هو فيها الندية، يتشاور مع الحركة النقابية ممثلة في قيمتها في إصدار هذه اللائحة. ثم أن اللوائح تصدر هي لائحتين، لائحة متعلقة بالتكوين النقابي ولائحة تكوين من التأسيس النقابي، وهذه الإجراءات بتاعاتها ومضمونة صدر في التشريع في مشورات منظمة العمل الدولية. أنا أعتقد أن المرحلة القادمة إن أصدر فيها قانون للنقابات يشتت ولا يجمع، يضعف ولا يقوي، فهذا سوف تداعياته تكون على الحركة الاقتصادية والحركة السياسية والحركة الديمقراطية. إذن يجب أن نكون موضوعين، ويجب أن نأخذ بالقوانين التي تواسقت عليها الحركة النقابية من 40-30 سنة، والتي تسندها الاتفاقية الدولية 87 أو 98 أو 44 التي رعيت في قانون 2020. إن الخلاف في المبادئ الأساسية لتكوين الحركة النقابية مسألة لم تشاهدها الحركة النقابية منذ نشأتها بسنة 1950 إلى هذا اليوم، وهذا شيء غريب. أنا عاصرت ومهتم بالحركة النقابية لم أره مثيلا. على كل هذا قيد من فيض ممكن نقوله عن قانون 20 أو قانون 24، ولكن في مجال أن نتحدث عنه أكثر. شكرا جزيلا، وأطلب من الأخ والوسيل السماني السنهوري أن يتحدث. شكرا. السلام عليكم. كامل الترحيب والشكر لمركز لوكالة الأماسونة لإطاحة الفرصة والحديث حول مبادرة مشروع النقابات الموحد 2020. زي ما تفضل مولانا عمر الفاروق شمينا يتكلم عن أنه المبادرة كانت واحدة من الضرورات الموضوعية والملحة بعد إسقاط نظام 30 يونيو، أنه كل القوى السياسية والكتل النقابية بعد سقوط النظام استلهام منا بالهم الوطني في استقرار المرحلة الانتقالية اتجهت نحو انه تقدم مشاريع قوانين للنقابات، ودي كانت الضرورة الملحة، لانه زي ما نحن بنعرف انه قانون 2010 هو قانون السلطة الانقلابية جات في 89 ضرب وحدة واستقلالية واستقرار الحركة النقابية،
وشتت وحدة الحركة النقابية بقانون جمع كل المهن تحت نقابة واحدة فيها كل المهن، وده بيتعارض مع تاريخية الحركة النقابية منذ القانون الأول في 48 قامت على قانون اسمه قانون الفئة. الحركة الانقلابية جاءت في 30 يونيو 89، كانت هي تعني تماما ضرب الحركة النقابية لأنها بتعلم أنه استقرار الحركة النقابية وقوتها هي صمام الأمان للديمقراطية واستدامتها كذلك. لذلك هي قامت بضرب الحركة النقابية بالقوانين المشوهة، وآخرة كان 2010 اللي هو بيكرس غنوة المنشأة. القوى السياسية والكتل النقابية زي ما أنا بديت في كلامي إنها هي قدمت مشاريع قوانين كلها بتتجه نحو مساهمة وطنية لأنه يكون في قانون الناس تعمر به إلى بر الأمان، وتحديدا في الفترة الانتقالية. مركز الأيام بادر مبادرة عظيمة وعميقة جدا في أنه جمع كل القوى السياسية والكتل النقابية اللي تقدمت بمشاريع القوانين دي، وهي حوالي 11 جسم استضافوا المركز. تم استعراض كل القوانين مرورا بعمل مصفوفة. هذه المصفوفة يعني قدم فيها عصف ذهني لأنه الناس متفقة لحد كبير في شنو، مختلفة فياته مسائل في القانون. المسائل اللي كانت مختلفة عليها ما كانت كثيرة، كانت عبارة عن 4 نقاط برضو تمارس فيها جهد مقدر من كل القوى دي بصبر وبطول نفس إلى أن تم التوافق والاتفاق على مشروع قانون النقابات الموحد 2020. وأهم ملامحه إنه هذا القانون بيتكلم عن علّ من شأن إرادة العاملين في الجمعيات العمومية، والجمعية العمومية هي أعلى سلطة للتكوين النقابي، وحجّ من سلطة المسجل اللي هو في القانون الشمولي بتاع الانقلاب 89 بيتكلم عن سلطات واسعة جدا للمسجل إنه ممكن يحل النقابة ويجمدها ويجمد عضويتها، ودي نحن كلنا شفناه في قانون 2010. هنا يتكلم عن إنه سلطات المسجل حتى الإيداع نفسه، القانون بتاع 2020 المتفق والموحد المتوافق عليه يتكلم عن شروط الإيداع نفسها، وده أنا أفتكر إنه سمة يعني مهمة جدا حق الناس تعيل ليها، لأنه نحن في 2020 كنا بنتكلم عن عقلية مشرع منحاز لإرادة العاملين ولديمقراطية واستقرار وحيادة الحركة النقابية، ما لأنه مسجل يجي يتكلم عن أنه يحل النقابات ويوقف مسيرتها النضالية. كذلك تكلمنا عن حتى وإنه تكلمنا عن الشرط الحد الأدنى لتكوين النقابات وقلنا 20، لأنه نحن مقبلين على نقابة فئة وليست منشأة. ودي برضو أنا يعني شايف العصف الذهني هو اللي وصلنا، لأن نحن عايزين نبني الفترة بتاعت 30 سنة ما كان فيها نقابات طبعا. حاليا نحن محتاجين نبني على الأساس الفئوي اللي هو ده، دي ملامح القانون بتاعت 2020 المتوافق عليه. نحن في يعني المبادرة استرشدت بكل التجارب بتاعتنا العظيمة والعميقة في إيصال الحركة العمالية الناصع البدأ من قبل 48، واللي إحنا ممكن نعرف إنه في أول إضراب تم في 1908 كان إضراب عمال المناشير إبان فترة الاستعمار، وده بوري إنه الحركة النقابية هي الثابت والحركة السياسية هي المتحرك. لذلك تجربتنا بتاعت الحركة حركتنا النقابية راسخة متماسكة ملعنة في القدم. بالنسبة للجزئية الثانية إنه الملامح الثانية إنه التوافق التم استصحبنا مع الخبر الموجودين، يمكن نتكلم من شوية مولانا عمر الفاروق شمينا عن إنه لما نجينا نتكلم
عن ملامح القانون، استعرضنا كل الملامح الآن ذكرتها قبل شوية دي، وخصوصية التجربة بتاعتنا في العمل النقابي. عندنا خصوصية نحن، وأصلا ما في يوم من الأيام تعارض مع المواثيق الدولية عشان الناس ما تتكلم الكلام ده وتستهلكوا على سبيل الاستهلاك. الكلام ده ما حاصل. التجربة بتاعتنا ذاتنا نحن قاعدين نعاين فيها لكل ما قيل في كل الاتفاقيات الدولية، ونحن عندنا ريفرنس كويس جدا، وعندنا كلام قلنا كثير جدا، وفي مذكرة مصاحبة القانون. طيب الإجراءات اللي احنا عملناها بعد التوافق، نحن نشرح ونوري شعب السودان وجمهور العاملين أنه نحن عملنا شنو. نحن ما قعدنا ساكت وربعنا يدينا. يعني أول ما تم التوافق ده في 15 مارس، اللجنة بتاعت مبادرة مشروع القانون والنقابات، اللجنة دي مشت طوالي سلمت مشروع القانون ده مع مذكرة لوزارة العمل، السيدة وزيرة العمل، سلمنا القانون ده مع المذكرة. ما اكتفينا بده، مشينا في يوليو سلمنا، في 21 مايو سلمنا مذكرة من هذا القانون، صورة من نسخة من القانون مع المذكرة لوزارة العدل، وده كان عبر اجتماع مع وكيلة الوزارة مولانا سهام عثمان، وكانت هي لجنة المبادرة. وقلنا إنه لا يمكن أن تكون في ثورة أسقطت نظام قمعي استبدادي ضرب الحركة النقابية، ونحن نجي نرجع ونعدل في قانون. المسألة دي رفضت تماما من قبل الناس اللي كانوا موجودين، ووعدت الوزارة بأنها تعمل ورشة تانية وما تعمل أي حاجة. طيب بعد المسألة دي تاني مركز الأيام أو المبادرة جاب واجتمعت مرة تانية، لأنه اكتشفنا أنه في قوة الحرية والتغيير، وأنا بتكلم جزء من اللجنة بتاعتها، أنه في قوة عندها ملاحظات. جاءت اللجنة تاني قعدت في مركز الأيام وتكلمت عن هذه الملاحظات، وأفردت لها من يوم 12 ل 18 في مركز الأيام، إلى أن تم التوافق مع مذكرة تفسيرية وقعت عليها كل الكتل والقوى السياسية اللي شكلت هذه المبادرة. وسلمنا الموضوع ده في يوم 28/7 للسيد رئيس مجلس الوزراء ولوزارة العمل مرة ثانية، حتى وأنه يكونوا نحن بنوريهم أنه نحن متوافقين كقوة سياسية ونقابية وكحاضنة سياسية للحرية والتغيير، ممثلة في اللجنة بتاعت الحرية والتغيير دي، إنها هذه الحاضنة السياسية هي متوافقة على هذا القانون وقتلته بحسن، وشافت إنه ده أحسن قانون يتفق مع كل القوانين اللي تم قبل كده استعراضها، وما في أصلا قانون يعني بيجي من فراغ، وإنما بيجي من التجارب النقابية والتجارب بتاعت القوى السياسية. القانون حاليا الفكرة من المبادرة إنها تصهر للميديا، إنها تدفع بإجازة القانون ده بأسرع ما يمكن، لأنه لحد هسه عندنا فراغ نقابي بيهدد مسيرة عملنا النقابي. شكرا جزيلا. بنقدم النقابي نصر محمد نصر، عضو اتحاد النقابات 89. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أولا يترحم على شهداء الثورة، ويتمنى للجرحى العلاج، والمفقودين يتمنى إن شاء الله ربنا يجمعهم إن شاء الله ولأسرهم. وشكري لي مركز الأيام. حقيقة نحن في الحركة النقابية في الماضي عندنا عدة قوانين، وعدتنا قوانين كثيرة جدا
في نقاشنا بقانون 2020 ناقشنا مبادرات من القوى السياسية والنقابية والقوانين السابقة للحركة النقابية. نحن في الماضي كانت انتخابات بتجرى انتخابات نزيهة وانتخابات برمجة حقيقية، وظل 30 عام عندما أسسنا تنظيمنا اتحاد المال الشرعي بعد فصلنا من النظام، أعلننا نحن القيادات اللي كنا موجود قايدين العمل النقابي سلمناه اتحاد المال الشرعي المعارض، وتعرضنا لكثير من الاعتقالات والفصل. في نفس الوقت كنا فعلا بنقدم في المذكرات في المنظمات العالمية والعربية وللسلطة نفسها. استطعنا أن نعدل قانون 2010 عن طريق المنظمات، وأنا هنا بترحم على كل القيادة اللي كانوا معنا في اتحاد المال الشرعي. وبعد ذلك ابتدأ قانون جديد، النظام السابق قانون 2002، وأخيرا قانون 2010 سيء تتم إعلانه. أصلا قانون 2010 قلصوا عدد النقابات وما كان أصلا في تنظيم حقيقي يعني للحركة النقابية، فصل في ظل اتحاد الماضي أو اتحاد النظام، فصل كل العاملين وتصفية المؤسسات العامة القطاع العام والمؤسسات والقطاع الخاص، وما كان فيه تنظيم حقيقي للعمال للدفاع عن حقوقهم من الفصل. أو حقيقة برضو نقول المنظمات العالمية يتحدثوا الآن إنه نحن يتحدث الحركة النقابية بغرض سياسي، لكن نحن كاتحاد عمال شرعي أول من قدمنا بحل الاتحاد النظام السابق. نحن في الحتة نقول إن المنظمات أصلا العالمية ما قدمت الدور الأساسي المطلوب على حسب المواثيق المعروفة بالنسبة لنا، كانوا صامتين طيلة فترة 30. نحن لم نجد منهم أي دعم إن كان في أثناء الاعتقال أو في أثناء الفصل من النظام. لذلك نحن من حقنا كحركة نقابية في السودان أن نجيز وأن نعمل القانون فعلا يتماشى مع وضعنا في السودان، وده حق أصيل بالنسبة للمنظمات المعروفة بالنسبة لنا وبالنسبة للقوانين حتى الدولية، منظمة العمل الدولية والعربية والإفريقية. من حقنا كوطن كسودان كدولة إننا من حقنا نجيز القانون ونعمل القانون في عرسنا عرفنا المعروف. أصلا نحن بنفسنا وبخبراتنا قاعدين نجيد القوانين لوحدنا وبنعمل القوانين لوحدنا، زي ما قالوا الأخوان نحن عندنا من الكفاءات والمقدرة والخبرة عندنا نقوم بهذا العمل، وفعلا توفقنا إلى حد كبير أو لقانون 2020. العيب بتاع قانون المنشأة، أول حاجة في الفترات كلها الناس دي كان بفوت بالإجماع السكوتي، ما كانت في انتخابات نزيهة عشان نقول والله كان في حركة نقابية وكان في حقوق. لو كان فعلا في هناك حركة نقابية لما كان تم آلاف الناس وتعذبوا وماتوا، ما في كان حركة نقابية حقيقة بتدافع عن العاملين في الفترة الماضية. لذلك القانون اللي كان أصلا قانون المنشأة كان قانون جزء من النظام وبحميهم هم كنقابيين، أما بالنسبة للعاملين ما كان في حماية أصلا بالقانون المنشأة. قانون المنشأة ممكن أنت تكون مدير لمصنع أو في مؤسسة ممكن تكون رئيس النقابة. من الصعب أنه في عامل ممكن يترشح
على أساس أنه يكون رئيس نغابة أو عضو في النغابة. لو ابتهت في أنه عاد يترشح للعمل النغابي صعب جدا، ليه؟ لأنه المدير ممكن يفصله، ممكن ينقله. لذلك كانوا بفادوا أنهم يخشوا في صراع مع صاحب العمل، كان في مؤسسة أو في شركة أو في القطاع خاص أو في أي شيء. الآن نحن بنتكلم عن القانون ده، المدير كان ممكن يكون رئيس النغابة، وده القانون ينشع العيب الأساسي، يعني أصحابنا الحق الأساسيين غايبين. المان نحن في قانون 20 حققنا هذا الرأي، إنه في اتحاد مهني، اتحاد للموظفين، اتحاد للعمال، اتحاد للمهنيين والموظفين والعمال، ثلاثة اتحادات. لأنه ما ممكن، زمان كان مدير الجامعة معه الغفير في نغابته، معه العامل في نغابته، ما بيبقى مأنن. يعني العام بيختلف الفن، الدكتور في الجامعة داير يتحدث في حاجاته الأكاديمية، وفي ما بيتكلم في حقوق علاوة وتركية ووضع مختلف. عندنا قانون العمل أصلا، قوانين العمال في السودان مختلف جدا. يعني العامل بخش بالدرجة 17، الموظف بخش بالدرجة 14، عشان كده ما الوضع مختلف، إنه لابد إنه يكون في اتحادات مهنية. لذلك قانون المنشأة نحن بنصير إنه كان أسوأ قانون وبيلغاوه، لأنه ما كان في طريقة حتى للتعديل، زي ما قالوا الإخوان ما كان في طريقة للتعديل. لابد إنه كان تكنس القانون ده نهائي، حتى عشان ما تسمع كلمة منشأة. بكل أسف إنه بعض الأخوان بتحدثوا بقانون المنشأة على أساس قانون صالح. الآن صحيح تم بعد التنظيمات التسييرية، نغابات تسييرية في موقع مراعي، لكن بنفس لائحة قانون 2010. نحن ضد قانون 2010 وضد قانون اللوائح في 2010. لذلك نحن بنقول أصحاب المصلحة، نحن بنفتكر أصحاب المصلحة هم العمال الحقيقيين وليس أصحابنا العمل. أصحابنا العمل ما عندهم علاقة بالقانون، بقانون النغابات. نفس الشيء أصحاب الحرفيين العمال هم مع نغابات العمال. الحرفيين أصحابنا العمل ديرون لهم قانون لوحدهم، ما عندهم علاقة بقانون النغابات مع اتحاد المهنيين. ديل اتحاد أصحابنا العمل ديال الحرفيين، العمال العاديين مع النغابات. لذلك نحن بنفتكر موضوع القانون بتاع المبادرة، القانون الموحد هو أفضل قانون، ما يناسب معانا ويتماشى مع تنظيمات منظمات العمل الدولية والعربية. نحن بنفتكر ما تم من إنجاز يجب أن يجد التأييد، ويجب المبادرة من الحكومة ومن وزارة العمل. نحن قدمنا قوانين حقيقية وقوانين فعلا لمصلحة العاملين. أي تحريف في القانون 2020 نحن بنفتكر ده رجوع للنظام السابق، ونقوم بقانون المنشأة. ولذلك قانون المنشأة مرفوض من قبلنا رفض كامل، ونحن بنفتكر الحركة النغابية لتاريخها بنضالها عندها المقدرة أن تجيز القانون، وما تم من فعل من مشهود في هذا القانون هو يكفي أن يكون القانون الأساسي بالنسبة للحركة النغابية. وشكرا جزيلا. زميلنا الأستاذ طارق فضل الله عضو المبادرة. شكرا جزيلا. بسم الله. أنا بفتكر أنه تم تغطية كل النقاط الأساسية فيما يتعلق بقانون الموحد لـ 2020 الذي تم الاتفاق عليه من عدد من القوى السياسية والكيانات النقابية، وبذل فيه مجهود عالي جدا جدا. والمسألة الأساسية اللي أنا أحب أنه أوصلها، أنه الكيانات السياسية لما عملت المشاريع بتاعتها عملتها بواسطة لجانة
المسؤولة عن العمل النقابي. اللجان دي ممثل فيها عاملين وممثل فيها مهنيين وممثل فيها أي شيء. بالتالي الفهم بتاع إنه والله الأحزاب السياسية ما تعمل قوانين تفهم مغلوط، لأنه الأحزاب السياسية هي جزء من المجتمع السوداني، وكل موجود فيها كل فئات المجتمع السوداني بما فيهم العمال والعاملين. كان لابد من إنه تكون المبادرة وتأسس له قانون نقابات جديد، لأنه قانون 2010 يعني حتى في فترة 2010 اللي صدر فيها كان في توجيه نقدي كبير جدا جدا، وأنا أذكر هنا إنه الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي نشر مقال في سنة 2010 تحت عنوان سقوط الأساس الفكري لنقابة المنشأة، ونمزج فيه نقابة المنشأة بنقابة المهن الطبية والعلاقات المتباينة ما بين الغفير بتاع الموجود في المهن الطبية وما بين البروف الموجود في المهنة نفسها أو موجود في نفس المجال يعني. وكلامه في الحتة دي صح، ممكن الأستاذ نصر النموذج الذكر كان كافي جدا لأنه يأكد سقوط الأساس الفكري لنقابة المنشأة. الجهد اللي اتبذل من القوى السياسية اتوصلنا من خلاله لأنه يتم صياغة هذا القانون وتم تسليمه لكل الجهات المعنية. والوضع الراهن حقيقة هو بيحتاج لأنه يتم النص على قانون جديد فيما يخص النقابات. يمكن الوثيقة الدستورية اتكلمت عن حل كافة الواجهات وكافة النقابات اللي نشأت في زمن النظام البائد، وجاء قانون إزالة التمكين أكد على المسألة دي وحل النقابات وتشكلت لجان تسير. الرجوع لقانون 2010 سيء السمعة وسيء الذكر، ده يعني هو حقيقة بشرع لنقابة المنشأة وبشرع للنقابات اللي تحلت، اللي حيدخلنا في كونفليكت قانوني ما بين قانون إزالة التمكين وما بين بقاء النقابات المحلولة بموجب قانون يعني رجعنا له. يعني عموما يعني في ملامح أساسية أكد عليها المشروع المقدم، مشروع قانون العمل الموحد. عن الحرية النقابية أكد القانون على الحرية النقابية، وتم يعني التأكيد على مسألة الاتفاقيات الدولية والمبادئ الموجودة فيها، بالإضافة لإرث الحركة النقابية. وأكد المشروع بتاع القانون الموحد على إنه بمجرد الإيداع النقابة تكتسب الشخصية الاحتفارية بتاعتها، بمجرد إيداع الأوراق دي عند مسجل النقابات. مسجل النقابات نفسه يعني تم نقاش مستفيض حول إنه صفته يكون شنو، يعني هل مسجل النقابات هو مستشار قانوني تابع للنائب العام ولا قاضي تابع للسلطة القضائية. توصلنا لأنه يعني مبدأ الفصل بين السلطات يؤكد على مسألة أساسية، إنه السلطة التنفيذية لا يمكن بأي حال من الأحوال تكون جزء من الإقرار بتاع إنه دي نقابة أو دي ما نقابة، لأنه هنا يعتبر تدخل مباشر من السلطة التنفيذية في تشكيل النقابات لما يتعين مسجل النقابات مستشار في وزارة العدل. بالتالي تم إحالة الأمر للسلطة القضائية باعتبار أن السلطة القضائية حتى في المشاكل اللي بتتعلق يعني في القضايا اللي طرف فيها الحكومة هو السلطة التنفيذية، هي بتقدم الـ هي الحكم فيما بيناتهم.
بالتالي لما ينشأ خلاف أو نزاع ما بين المسجل وما بين النقابة بحق لأي من الطرفين إنه يستأنف لمحكمة الاستئناف عشان يتم الفصل في المسألة دي. المشروعية بتاعت نشاط النقابات دي يعني كفلت المسودة برضو أي وسائل بتتخذها عشان تحقق أهداف النقابة. أيضا تم التأكيد على مسألة التفرغ النقابي وما في مسؤولية جنائية أو مدنية في أي تصرف من تصرفات أعضاء النقابة تجاه الجهة اللي هم شغالين فيها، لأنه هو قانون نقابات. يعني بعض المشاريع اللي تقدمت لاحقا بما فيها التعديلات اللي تقدمت لمشروع لقانون 2010 فيها سلطة العقوبة لستة شهور والغرامة كده، هو قانون نقابات وليس قانون عقوبات. بالتالي نحن بنأكد على أنه قانون النقابات لا توجد فيه عقوبة إلا لما المسألة تخالف يعني المبادئ الأساسية في العمل النقابي، يعني بعد ذاك ما في مسؤولية تقصيرية. الاتفاقية 98 أصدرتها منظمة العمل الدولية اللي هي كفلت الحماية لحماية العامل من أي إجراء يقوم به صاحب العمل، أكدنا عليها في مشروع القانون. لوائح العمل النقابي يمكن نتكلم عنها مولانا شمينا اللي هي بالتشاور وكده، كلائحة تنفيذية. المسألة الأساسية إنه المسودة أو المشروع ده أكد عليه مسألة أساسية، نشوء النقابات من الأدنى إلى الأعلى، من الوحدة النقابية لحد الاتحاد العام لنقابة عمال السودان، وليس بالعكس. لما نقول العكس بنعني إنه اتحاد نقابات عمال السودان يتكون يقوم بالرس، لا، بتقوم الوحدة النقابية وبعد ذاك نطلع الفرعية ثم الهيئة النقابية ثم الاتحاد وبعد ذاك. في حاجة جديدة يمكن اللي هي العلاقة ما بين المركز وما بين الولايات أو الأقاليم، تحدد إنه يعني ممكن تقوم النقابة على أساس إقليمي. عموما أنا بفتكر إنه الجهد اللي تم بذله في المشروع ده بيستحق إنه ينظر له بشكل مميز، باعتبار أنه تم التوافق عليه من عدد من القوى النقابية والقوى السياسية، والآن موجود أمام السيدة وزيرة العمل والسيد وزير العدل والسيد رئيس الوزراء. نحن من جانبنا كمبادرة حنستمر في التبشير بهذا المشروع، وحنصل لكل الجهات أو كل عمال أينما وجدوا للتبشير بمشروع هذا القانون. وشكرا جزيلا.